هلو ما دير ستيودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب برايمري 1. مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الاول الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 7 ليسن 9، والنهارده هنقرا مع بعض الكلمات بطريقه اصوات الحروف زي ما انتم متعودين في قناه انجليزي كل المراحل. بس اصلا درسنا درس فونكس، درس صوتيات، يعني هنتعلم فيه اصوات الحروف. وتعالوا كمان نحل كل تدريبات كتاب المعاصر زي ما احنا متعودين. يلا بينا نسمي الله ونفتح كتاب المعاصر على بيج 33 ويلا نبدأ. أول حاجة النهاردة هنتعلم حرفين جنب بعض بيدوني صوت، والنهاردة هناخد الآي لما يجي جنبها آر، وكمان اليو لما يجي جنبها آر. تعالوا نشوف. أصلا حرف الآر، حرف الآر في اللغة الإنجليزية ده حرف قوي قوي، حرف strong، فلما بيجي جنبه صوت بيديله كده صوته جامد قوي. تعالوا نشوف، هو صوت حرف الار لوحده ايه؟ ار ار، صح؟ طيب هنا الاي لما بتيجي جنبها الار، او اليو لما بتيجي جنبها الار، بيدوني نفس الصوت. ايه هو بقى؟ اير اير اير. تعالوا نشوف، يلا نقرا الكلمات. الاتش والهي والاي بيدوني صوت ايه؟ ها اي ه هي اير هير، شعر هير. اقرا معايا. طيب يلا تيشيرت اسمه ايه بقى؟ تي، والاس مع الاتش بتديني صوت ش ش، تي ش اير تيشيرت. اتعلم اتهجى الكلمه. تعالوا نقرا الجيب ازاي، اس وبعدها كي اس ك، ها والاي والار اير، والتي ت اسك ايرت سكيرت. يلا نقرا قميص ازاي، ش الاس مع الاتش بيديني صوت ايه؟ ش. طب يلا ش ايرت شيرت. تعال نشوف اليو والار برضو نفس الصوت. يلا نشوف كده، لما يكون الشعر معمول كيرلي كده وفي تجاعيد فبقول عليها ها السين بنطقها ك ك، ماشي؟ ك ار لس كيرلس كيرلس. طيب هو الفرو اسمه ايه؟ الفرو ها ف ف، حرف الاف صوته ايه؟ ف ف ار فير فير فرو فير فرو. طيب تعالوا نحل بقى، اتفقنا مش هنسيب ولا سؤال غير لما نحله. يلا تعالوا نشوف، هنا بيقول لك كمل بقى بالصوت، بالحرفين اللي بيدوني الصوت تي ش اير اي وار. طب وهنا فير فرو ها يو ار. تحفظ بقى وخليك شاطر، انت كده فهمت تحفظ بقى وانت فاهم. تجاعيد ك اير كيرلس، جيبه اسك ايرت سكيرت. طيب تعالوا كده نروح لبيج 34 ونحل مع بعض الاكسرسايزز اللي عندنا. طيب نمبر 2 كاتس، القطط هاف. القطط بقى عندها ايه؟ عندها كلوز ملابس ولا فير فرو؟ لا عندها فير فرو. طب نمبر 2 هي از ويرينج، هو بيرتدي، بيرتدي ايه؟ شيرت ولا كيرلس؟ ها اكيد طبعا بيرتدي شيرت مش كيرلس. طيب نمبر 3 وير معناها يرتدي، بقول بعدها لبس، صح؟ خدناها في الدرس اللي فات. نمبر 3 شي هاز، هي عندها ايه بقى؟ هير، شعر ايه؟ كيرلي كيرلي، شعر مجعد. طيب نمبر 4 عادل هاز ايه؟ عادل عنده ايه بقى؟ وايت ولا كيرلي تي شيرت؟ عنده ها وايت تي شيرت، يعني تيشيرت لونه ابيض. كمان بقى عندي هنا اقرا وضع علامه الصح ولا غلط. ندى is 9 years old، ندى بتكون 9 سنين. she is tall، هي طويله. she has curly hair، هي عندها شعر كيرلي. she is wearing، هي بترتدي a skirt، جيبه. ها and a t-shirt، وتيشيرت. she has a cat، هي عندها قطه. The cat has black fur، القطة بقى عندها ايه؟ فرو لونه اسود. خلي بالك has دي has
معناها عنده لديه، تمام؟ طيب تعال نشوف بقى حل الايه القطعه دي. نمبر 1 ندى هاز ادوك. تعال نشوف ندى اتكلمت عن نفسها، كان بيتكلم عنها في القطعه وقال ان هي لا هذا كات، يبقى غلط، يبقى فولس، ما تقولش من مخك خالص، قول من القطعه. طب نمبر 2 ندى از ويرينج ا سكيرت اند ا تي شيرت. تعال نشوف ندى از ويرينج ا سكيرت اند تي شيرت، ايوه صح، يبقى هنا صح. نمبر 3 ذا كات هاز وايت فير. تعال نشوف ذا كات هاز بلاك فير، لا يبقى غلط. تعال نحل السؤال نمبر 3، بيقول لي انظر للصوره واقرا الكلمات وكمل. هنا كيرلي، كيرلي شعر ايه؟ كيرلي. طيب سكيرتس يعني جيبه، جمع جايز، جمع جيبه جايب، فير فر، ويرينج يرتدي. هنا هقول بقى ايه؟ they are there wearing، ها هما بيرتدوا ايه؟ اهو جايب صح، يبقى سكيرتس اهي دي نمبر 1. طب نمبر 2 she has a hair، هي عندها شعر ايه؟ كيرلي، كيرلي اهو. طيب نمبر 3 the rabbit has white، الارنب بقى عنده ايه لونه؟ ابيض، ها عنده فرو، يبقى الفرو هقوله fair. طب هنا الولد he is a t-shirt، هو wearing بيرتدي. تعالوا نروح لبيدي 35 كده ونكمل ونشوف مع بعض كده. بص للصورة ورتب الحروف واكتب. هنا فرو، فرو اكتبها ازاي؟ fair f ها u و r ها r fair. طيب هنا ها skirts جيبة هكتبها ازاي؟ s اللي هي الاس ك ك ك ها skirt f ها i r r t r ها skirt t t t والاس اس الجمع. طب اكتب كلمة curly ازاي؟ c بنطقها ك ك ها وال r u و r كيرل حرف ال ال ها الواي بقى كانها شبه حرف اليه كده كيرلي ي. تمام تعالوا نحل كده بقى، بيقول لي اقرا ووصل. اول حاجه شي از ويرينج، هي بترتدي، يبقى اكيد هيقول ايه؟ اكيد ويرينج ترتدي تلبس، اكيد هنا يبقى ناقص لبس صح. طب يلا ندور على لبس، هنا لازم تبقى عارف هتدور على نص الجمله الثاني ايه. هنا بيقول لي إز بلاك يكون اسود، لا ده مش لبس. كيرلي شعر كيرلي، لا مش لبس. الكوتن كوتن سكيرت، جيبه قطنيه صح، يبقى دي نمبر 1. نمبر 2 ماي كات فير، الفرو بتاع القطه بتاعتي ايه؟ ها إز بلاك، دي جمله كده، دي كده فاعل، فرو القطه ها يكون إز، يكون ايه بقى؟ لونه اسود، يبقى دي نمبر 2. نمبر 3 his hair شعره بيكون ايه؟ كيرلي، انا كده بوصف الشعر. السؤال نمبر 6 انظر للصوره وكمل الميسنج ليتر الحرف الناقص. هنا عندي الليتر اللي ناقص، هنا سكير اي اي اللي هي اي اي اللي هي اي اي اه اه اللي هي اي. هنا بعد كده كر ر حرف ايه ده؟ ار الار. هنا فير ايه اللي هي ايه؟ ايه ايه ا يو. هنا شيرت قميص، الاس مع الاتش عارف انها بتديني حرف الشين. تعالوا بقى لاخر سؤال معايا وهو سؤال الpunctuation، وقلنا دايما ان لازم اول حرف في بدايه اي كلام بكتبه كابيتال ليتر. طيب هنا الحرف حرف الاتش، فانا هكتبه اتش كابيتال كده. طيب وفي اخر الكلام طالما جمله هي از ويرينج ا وايت شيرت، هو بيرتدي قميص لونه ابيض، فانا بكتب فول ستوب كده علشان تكون واضحه واحنا بنصحح. وكده انا حليت معاك كل تدريبات الدرس، الدرس التاسع في الوحده السابعه. يا رب تكون استفدت، ويا ريت ما نكونش نسينا اللايك ونشير الفيديو علشان اكبر عدد يشوف الفيديو ويستفيد بيه. باي باي.